يقدر يعمل ده ويشرف مصر يعمل ايه؟ يعني ده. البدايه جت ازاي وانتوا عرفتوا ازاي؟ في البدايه كان في واحد زميلنا اسمه اسلام رزق، ده كان قرا اصلا على المنظمه نفسها اللي هي الاي ام اي، اللي هي منظمه هناك بين المنظمه السابقه بالاشتراك مع الاس اي. بس هو قرا وابتدى يعرض علينا فكره، طيب نبتدي، طيب ابتدينا وابتدينا نجهز الفريق. نزلتوا في الكليه؟ اه في الكليه، بعد كده ابتدينا نروح للدكتور وليد، وابتدينا بعد كده طلعنا الموضوع في سعوديه لغايه لما وصلنا لعميد الكليه، وبعد كده لرئيس الجامعه ونائب رئيس الجامعه. بعد احنا بالنسبه لنا احنا كمان ساعدوك. بصراحه يعني الناس ما تاخرتش عننا في حاجه. طب ده لابد ان احنا نشيد بيهم بصراحه، والله ان هم ادوك الفرصه وساعدوك وقدموا لكم الدعم ان انتوا تطلعوا ده في البدايه. يعني هو بدأوا معانا كدعم ان هم ان احنا نقدم في المسابقه اولا يبقى اسمنا اولا. هو التقديم لازم يكون من خلال جهه رسميه؟ هو لازم يكون. ولا ممكن مثلا محمد وعلي واحمد قاعدين كانوا عندهم فكره وعندهم خبرات فقدموا؟ لا هو لازم يكون، طلبه من هندسه كليه هندسه في تبع جامعه. لازم يقدموا بقى تبع ورق الجامعه دوت، يعني تابعين لجامعه، يقدموا في المسابقه دهيت اسمهم ينزل في المسابقه ديت، وبعد كده يقدموا بقى الورق بتاعهم اللي هو التصميمات بتاعتهم. ده ايه بس لو عشان نلاحق المشاهدين؟ ده الموتور ده. كده احنا فاكرين يعني ده كده الانجن. فاكرين احنا الجزئيه اللي هي بتاعت وش التقسيمه لو حد عنده خلفيه يعني. عشان كنا بنظبط حاجه بس كده عشان التايمنج. دي صوره للتيم بتاعنا، كان عندنا اجتماع في الشركه الرائعه بتاعتنا، ده كان بعد الاجتماع. بس كنا رايحين يوميها عشان نبتدي. ان الشركه دي بقى اللي متكفله بتكاليف العربيه كلها. قول لنا الاول الموضوع بتاع طب كمل الصور الاول. طيب دي كانت صوره مع الدكتور محمد عبد النشار نائب رئيس الجامعه، والدكتور وليد المشرف عن المشروع. ودي كانت صوره في حلبه في العين السخنه، دي بنتدرب فيها على السواقه. دي العربيه؟ لا دي عربيات كارتي بنتدرب عليها الاول عشان نبتدي الدرايفرز يبقى عندهم. بس الدرايفر بروفيشنال ولا من لكم برضه من تيم؟ لا مننا بس السواق، يعني في درايفر بروفيشنال من تيم مصر بتاع سباقات، بيشارك بره سباقات وكده، هو اللي بيدربنا، هو يعني هو المتولي تدريبنا هنا في مصر. دي كانت ورشه العمل بقى. بالظبط، دي كانت صوره في تصنيع الفريم البادي اللي هو الشاسيه الحديد اللي بتركب عليه حاجه. الصوره دي صوره للتيم كله، دي كانت عندنا في الكليه. تيم عدده قد ايه يا شيخ ما شاء الله؟ احنا 28 واحد. 28 اللي بيسافر. ان شاء الله 28 واحد ان شاء الله. هو متقسمه كذا تيم بقى يعني. ما هو بس بقى دول الموتورين، احنا جايبين اثنين انجنز اساسي، بقى في واحد اساسي كده يعني هو سبير. بس ودي كانت صوره لينا في اجتماع برضه، كان بعد يعني كان بعد اجتماع مع الشركه الراعيه. طب الواضح ان في يعني كمان في كلام عن يعني سبونسر ووجود ناس تصرف على الموضوع ده تقريبا مكلف كام؟ يعني هو تكلفته مش بسيطه، يعني تكلفته عاليه تقريبا. العربيه اللي احنا كتصميم بس وصناعه تقريبا مكلفها 250,000 جنيه. طب بعد السبب تعملوا بيها ايه؟ لا هو مش بعد السبب، هو احنا المفروض ان احنا داخلين المسابقه دي يعني ان احنا نطلع اسم مصر تاني كتعليم يعني يبقى اسم مصر عالي تاني. احنا من اعلى 500 جامعه مصر، مفيش ولا دوله مفيش جامعه مصريه كتصنيف الجامعات 500 جامعه. احنا مش كاحسن، ما فيش جامعه في مصر كاحسن من 500 جامعه في الهندسه. لا كجامعات كلها. فاحنا المفروض ان احنا داخلين المسابقه دي عشان نرفع اسم مصر تاني، اللي هو يبقى جامعات مصر تاني تخش في التصنيف العالمي، يبقى في نشط صناعي. يعني احنا دلوقتي احنا بنعمل عربيه، كل مجموعه زي دهيت المفروض ممكن تبقى مسؤوله ان هي تعمل عربيه كامله كمصنع عربيه صغيره. يعني المفروض ان احنا بنعمل يعني برشا دي نموذج مصغر يعني بنصمم العربيه كتصميم كاختيار انجن كتصميم فريم. المفروض ان احنا بنسوق كمان العربيه دي، احنا بنعمل دعايه للعربيه دي كاعلام. العربيه ديت ليها ماركتنج بعد كده بعد ما تخلص ان شاء الله باذن الله خدتوا المركز الاول وخدتوا مركز متقدم، هل بيبقى في تسويق للعربيه دي لناس مثلا متخصصه في المجال ده؟ هو في البدايه اصلا من يعني من النقط اللي احنا بنتحاسب عليها هناك في المسابقه الماركتنج. هي المسابقه اصلا بتنافس في 5 نقط اساسيه في الديزاين، ان انا ازاي اصمم العربيه، بعد كده ان انا ابتدي اصنع الاجزاء دي اللي هو اعملها بيلدي، بعد كده ابتدي اطور بعمل لها تستات، وازاي ان انا اقدر اطور عشان احسن الاداء بتاعها، وازاي ان انا اعملها ماركتنج. وده طبعا عن طريق ان انا بروح ان انا بسوق فكرتي واجيب سبونسر وبروح هناك. في كمان بزنس برزنتيشن، ازاي ان انا يعني مجرد ان في سبونسر معاك وده في حد ذاته ماركتنج يعني. ده ماركتنج طبعا. بعدين في كمان هناك في زي برزنتيشن بتتعمل، ازاي ان انا اقنع الناس اللي قاعده قدامي دي ان هو يصنع العربيه دي بعد كده. بالنسبه لنا احنا لو احنا خرجنا يعني طلعنا ان شاء الله من اول 3 مراكز، فهي لان المنظمه بتشتري اصلا العربيه. بتشتري العربيه؟ بتشتري العربيه. مين اللي بيحدد السعر؟ تقريبا هو هيبقى سعر التكلفه.
يعني على حسب الكوست اللي احنا مقدمينه، لان احنا بنقدم التكلفه